التحليل البياني الإحصائي للحوادث المرورية اليومية الذي تقوم به الإدارة العامة للمرور يؤكد أن غالبية حوادث المشاة المرورية التي تشهدها شوارع مملكة البحرين في الآونة الأخيرة ناتجة عن عدم الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية والتي لا بد للمشاة من مراعاتها للحفاظ على أرواحهم ومخاطر الحوادث المرورية خاصة أثناء عبورهم للطريق. طبعا لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة الحوادث المشاة. الفترة السابقة كانت الأغلب الحوادث المشاة كانت الكبار في السن والأطفال نقدر نقول، وبعدها تبين أن مع مرور الوقت عندنا اللي هم الجالية الأسيوية كثرة الحوادث المشاة فيها. طبعا حوادث المشاة دائما تي من مخالفات، طبعا من ضمنها عدم الالتزام بالعبور على خطوط المشاة أو الجسور المخصصة للمشاة. يجب على المشاة اختيار الأماكن الآمنة والمخصصة للعبور مثل خطوط المشاة والجسور العلوية للمشاة والأماكن التي يتواجد بها شرطة المرور والتقاطعات المنظمة بإشارات ضوئية الخاصة بالمشاة والسير على الرصيف أو على الجانب الأيمن للشارع وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء العبور. طبعا على الاثنين بتكون نفس الوقت المشاة ممكن أنه يكون أكثر تركيز على الشارع في حال العبور وما ينشغل بشيء غير الطريق ويعبر من المكان المخصص له، ولما يحق اللي هو السواق طبعا نفس الشيء اللي يخفف السرعة في التقاطعات الخطوط المشاة يتأكد من أي مفاجأة في الشارع. طبعا الشارع يحمل مفاجآت كثيرة، ممكن عبور، ممكن سقوط أي جسم في الشارع، فيكون لازم أنه منتبه وعدم الانشغال بغير الطريق. إجراءات قانونية وتوعوية تتخذها الإدارة العامة للمرور من خلال حرصها الدائم على تأمين سلامة كافة مستخدمي الطريق بما فيهم فئة المشاة والذين غالبا ما يتعرضون لحوادث مرورية مؤسفة خاصة حوادث الدحس. أخفى عليكم من العام اللي طاف عندنا 27 حالة وفاة مشاة، فالإدارة العامة للمرور بدورها إدارة الثقافة المرورية طبعا بدورها تقوم بالنشر والوعي بشكل مستمر، وأيضا انتشار الشرطة على الشوارع اللي تكثر فيها الجالية الأسيوية لتثقيفهم وتوعيتهم وبيان لهم عن كيفية عبور الشارع بشكل سليم.